السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي المشاهدين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة احنا قدام خطأ كارثي يا جماعة في النجارة، خطأ كارثي. دلوقتي ان انا لما جيت اشتغل هنا انا قلت في مشكلة عند البني او مشكلة عند في وزنة العمدان بتاعة النجار، لان لما جيت اوزن قرب كده خليني قرب على ايدي، انا عايز الفرق ده بتاع صلب ده، تمام؟ فلقيت شو الفرق ده باين، الفرق ده باين يا خليل اللي بيني وبين الوزن ده. تعالى كده بالعرض عشان يبان باين، شوف الفرق. فلقيت في 5 سنتي دلوقتي في الجدار، فانا قلت العيب في البنا ولا حاجه او العيب في النجار. طبعا انا منزل وزنتي مظبوطه اهي، بص كده، هات الرمانه من تحت الخليه جايب ايه، وزنتي انا مظبوطه اهي، وارفع كده فوق. فانا سويت وطلعت الجدار على الكاميرا من فوق اهوت مظبوط، بس انا اكتشفت دلوقتي في حاجه هنشوفها مع بعض. لما جت اوزن البيت من الجهه الثانيه، لما وزنت البيت من الجهه الثانيه لقيته ميت. بص كده زي ما انت شايف البيت، انا بس طلع متر واحد وفي 5 سنتي في الميزانات الرمانه كده. طبعا البيت ده من الجهه الثانيه، صور الارتفاع البيت كده يا خليل. طبعا ده يا جماعه من التاسيس، وطبعا البيت مش مرتفع، ده 3 ادوار وما شاء الله صاحبه يعني صرف عليه، بس الواحد بيبقى متحمل امانه لازم يحافظ عليه. ده اللي انا عاوز اقوله لك، ولازم كل واحد يتقن عمله. اتمنى ان كل واحد يتقن عمله، لان البيت ممالك 20 سم ولسه 3 ادوار. شكرا لكم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.